أو من الأخطاء في الصيام فيما يخص المرأة النفساء، يعني بعض النساء قد تكون نفساء ثم بعد أسبوع أو بعد 10 أيام إذا بالدم يتوقف، توقف الدم، هنا يجب عليها أن تصوم وأن تصلي وتغتسل قبل ذلك، هذا هو الواجب في حقها، قبل أن تصلي لابد أن تغتسل ولها أن تصوم. يسألون فيما يخص الجماع، يجوز الجماع إذا توقف الدم عن النفساء فتكون طاهرة، لكن لو قال قائل توقف 3 أيام أو 4 أيام ثم رجع، نقول انظر إن رجع بنفس صفاته السابقة فهو نفاس، وبالتالي فإنما صامته صحيح، لكن عليها أن تمسك، لكن إذا توقف الدم فهنا تكون طاهرة، ولزوجها أيضا أن يجامعها ولا إشكال في مثل هذا.